قبل الكلام السلام بعد ما نسلم على نواب. التشرف بالهز على ايديكم القويه والشريفه خطر لي خاطره، والعينان زكريا وابراهيم يتكلمان في خاطري، خطرت لي راح ذاكرتي الى يوم جاءت السيده الزهراء إلى أبيها الحبيب وأردته كفيها المسفنين من الرحى والجرمشة وتريد خادما. يا أبدا، لفاطمة أنا أفاوضك بأمر، إما أن تختاري الكلمات وإما أن تختاري الخادم. ومن من كلمة قولي وعلمها دعاء. تحبوا تعرفوا؟ بدل الخدم الحشا، قولي يا بنيتي يا فاطمة، اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. عايز خلاص، شكرا. وقدمك شو صار؟ اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور. الفضائيات 8000 مغرمه بالحوار المتولد من الحور، وهؤلاء الفقراء إلى الله الذين نقت أوتارهم فاستشعروا بذوات نفوسهم حضرة الكون، حضرة الكمال، حاولوا. قد نرجمهم، قد يضربون بأشكال وألوان. صار في حتى في المجالس النيابية، في أرقى المجالس النيابية، ضرب بالبراسي وبالشطط وبالفلان لا، أنا تعجبت في الدوما، مجلس الدوما تبع موسكو، عجيبة ما فلان. أكثر من مكان مجلس نواب رأيتهم يتضاربون، صار الحوار عندهم. هذا الحول، يعني هذا النقص المتناني، ونسوا انه لا ما هذا لك مش لي، بس لا بعرفه لك عفوت عنه ولك، يعني هذا التسامح الراضي والممتلئ بالشبع والممتلئ بانه انت كل وانا اشبع، انت افرح وانا يعني الام عندما تتوجع ليولد مولود جديد. اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون. انا اقول يعني اقبل مع هذه العلومه المغنيه والمرضيه بالقناعه بالكون بالكمال. الكون بتعرف يعني الكون من الجرمه، حتى بالصوت هو المعنى البلاغي الاخير الكمال، الكون الكمال،
اللهم اني اعوذ بك من النقص بعد الكمال. يعني ذكرت انت سيدنا الشيخ حمود ابن بكى الفاني بيبكي مشان حتى تدخل دموعه في بحر الابديه في بحر الخلود. من اجل ذلك يبكي فتدخل هذه القطره تبكي. The drop that became the sea, يونس إمري له ديوان شعر عنوانه القطره اللي بتفوت بالبحر. فهذا البكاء. اذا اللهم انا نعوذ به من الحور بعد الكور. وان كان هل تكاتبت الاحداء الجدد الله بلاني فيه مثل ما بلاني زكريا. تعرف سيدنا زكريا وين سيدنا زكريا؟ تعرف اني انا مبتلى بسيدنا زكريا من 30 عاما. رياضتي رياضة زكريا، مشان هيك قال لك انت صاحي. ايه؟ لا عليك انه انا بصوم جمعة سبت احد عن الكلام وعن اللقاء. هذه رياضة زكريا لعل يحيى الذي لا تقلبه الدنيا. فاذا قرأته من الغرب فهو يحيى، واذا قرأته من الشرق فهو يحيى. هو في الكور ولا يقبل الحور ابدا. فانا في رياضة زكريا مبتلى. وين زكريا؟ الدكتور زكريا مير علي. اقول له الله بيغيني انا بزكريا وانا قبلان بهذا الذكر المستمر الذي يجعلني ابن إبراهيم الذي إذا جاء إلى النار احتضنته كأم وانقلبت عليه بردا وسلاما. هؤلاء الشبان فاروق شلبي. أنت يا عبد الله أنا قلت لك إن السيد فاروق شلبي بينكتب مثل أخونا عبد الله الشلبي من تركيا. توفي أبوه وهو رئيس طريقة المولوية، فعليه أن يجلس على الكرسي الأب أب هام أنه يلاقي وريث أمين. فاتصل بكبير هلمنسكي الذي هو مولوي آخر، كبير هلمنسكي الشيخ الطريقة المولوية في الولايات المتحدة، وهو صاحب الترجمات الذي أول ترجمة لي اسمها هابي نيس ميلاندس، يعني السعادة بلا موت. قال لك أنا صار علي أن أجلس على الكرسي السيدة أجوى، ومن في العالم يمكنه أن يقنعني بالجلوس على كرسي أبي؟ هذا ابن تشلبي. قال له أنا جاي إليك إلى تركيا. فجاء إلى تركيا وجاءوا بالسيارة من تركيا وبقوا عندنا، وكان لهم دعوة عند الدكتور حواديس اسطنبوليان في قرى الأسد. فاروق شلبي تذكروا هذا الكلام. ايه قال أنا بدي أقعد على التاكسي أبي، بس كبير بيقول إنه أنا ما فيني إلا ما أفوت تحت القنطرة، فهل لي أن أدخل تحت القنطرة؟ حكي عجيب وغريب. شو علاقتي بواحد هو وابوه ما بيقعد على الكرسي حتى يعرف انه ممكن حدا يأذن له بالجلوس على لا يلا. بعد ما بتتعشى عند اخونا هذا الارمني بتعرف انه الدنيا كلها موصوله هروب يقعد على كرسي ابي. وذهب فجلس على كرسي ابي، هو شيخ الطريقه في المولويه في تركيا السيد فاروق شلبي. زيكو في كتاب من كتبه الذي هو سياسه